مشكلة توايد وتحجر في الموية مشكلة موروثة وكبيرة، وحلها بصورة مستدامة ظل يعرف المحلية ككل. الناس ذاته كانت تعبانة بسبب الموية، الطالب ذاته بحث عن الموية يعني كم كيلو يمشي عشان يحصل الموية. المشاكل بتاعت الصحة، في كان البعض إسهالات مائية، الأمراض دي كانت يعني تزهر. الحمد لله بعد ما جات المبادرة، مبادرة ما بعد 2020، أول خطوة دربت الأيام، ثاني ملكات أمور وعملوا الغرب بتاع الأولاد وبتاع بهايم بتاع الكر كلهم عملين. الحمد لله زي ما انتم شايفين في القريتين الناس مبتهجة جدا وفرحانة بتوفر الموية. مع الأسف كنا نعاني بأمراض، جات الموية الحمد لله تخلصنا منها، بقت الناس نظيفة، بقت تغسل هدومها، بقت تغسل نفسها. حس الطالب فاضي ذاته، أو أي وقت يجي الموية قريبة، الزمن اللي عنده يتناول مويته يجي. مبادرة ما بعد 2020 لأنه هم أفادونا كثير ونشلونا من الجفاف والتصهر اللي كنا موجودين فيه إلى ماء نقية نشرب منها ونسيب بهائمنا ونزرع منها.